السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله يعني تدريبا للي إحنا خدناه في خلال الترم الأول والتاني، هديكم النهاردة بمشيئة الله بعض الأسئلة الخاصة بالترو والفولس، الصح والخطأ على المنهج بتاعنا، بحيث تبقى مرجع ليك برضو، تبقى عارف شكل الأسئلة بمشيئة الله هيبقى عاملة إزاي في الامتحان، ويبقى الامتحان مش غريب عليك. كنت أتمنى طبعا إن أنا أشوفكم مرة تانية يعني قبل الامتحان، بس للأسف طبعا الظروف اللي احنا فيها يعني فرضت على الكل اتخاذ إجراءات احترازية عالية، فكان القرار الحكيم فعلا إن احنا نكمل الدراسة بتاعتنا إلكتروني. فإن شاء الله هنستعرض بعض النقاط الخاصة بالمنهج بتاعنا True False، والأسبوع القادم بمشيئة الله هستعرض لكم بعض النقاط الخاصة بالـ Multiply Choices، الاختيار المتعدد، بحيث يبقى أنت كده معاك مجموعة من الأسئلة اللي إن شاء الله الامتحان هيبقى لن يخرج عنها، أو هيكون شبيه بمشيئة الله ليها بدرجة كبيرة. السؤال الأولاني مثلا عندنا في الجزء True False، دايما يا شباب هتلاقوا إن أنا بستخدم اللون الأصفر للتعبير عن الإجابة الصحيحة عشان يبقى عارفين يعني بس الطريقة اللي هنشتغل بيها إيه خلال المحاضرة دي. الجملة الأولانية: If the organization achieved efficiency, if the organization achieved efficiency, that means it already achieved the effectiveness. طبعا الإجابة هنا خاطئة، لأن في فرق ما بين achieving the efficiency تحقيق الكفاءة والإفكتيفنس تحقيق الفعالية. Doing things right هي أحد مبادئ الإدارة طبعا، means achieving efficiency، الإجابة هنا صحيحة. High efficiency and high effectiveness always go hand in hand، الإجابة هنا صحيحة، لأن إحنا ما نقدرش نفصل الإفشنسي عن الإفكتيفنس أبدا، الاتنين مرتبطين ببعض بصورة دائمة. يعني دايما بنقول achieving the right, doing the right things, doing things right دايما مرتبطين مع بعض. Reduce time to market is the measure of external resource approach when measuring the organizational effectiveness. لما بنيجي نقيس ال effectiveness أحد ال external resource approaches هو reducing the time to market، الإجابة هنا صحيحة. Increase market share and increase stock price are two measures of the external resource approach when measuring the organizational effectiveness. فعلا الإجابة هنا صحيحة، لأن increasing the market share زيادة الحصة السوقية and increasing the stock price وزيادة سعر السهم هو أحد مقاييس الكفاءة بالنسبة للتنظيم. True. Reduce the number of defects and reduce production costs are two measures of the internal resource approach. الإجابة هنا خاطئة، لأنها خاصة بالـ External Resource Approach مش الـ Internal Resource Approach. Increase the coordination and the effectiveness rate of product innovation are two measures of the Internal Resource Approach. الإجابة هنا برضو تعتبر إجابة صحيحة، لأنها فعلا من الـ 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 المداخل اللي يعني دي خاصة بالمدخل الداخلي في قياس الكفاءة. الجملة التالية اللي هنستعرضها عندنا: Norms are written instructions that specify a series of actions. طبعا النورمز لا، النورمز بتبقى دي المفروض are unwritten instructions that specify a series of actions intended to achieve the given end. لا طبعا الإجابة هنا خاطئة، لأن ال values هي اللي بتبقى هي الموصوفة في السؤال ده. طبعا الإجابة هنا هتبقى زي ما قلنا خاطئة. Synergy equal efficiency، الإجابة هنا صحيحة، لأن synergy معناها تحقيق أعلى كفاءة ممكنة بنفس معنى فكرة أو بنفس قيمة تحقيق الكفاءة. Top managers are responsible for making technical decisions، طبعا الإجابة هنا خاطئة، لأن الإدارة العليا مش مسؤولين عن التكنيكال ديسيشنز، هي مسؤولين دايما عن الاستراتيجيك ديسيشنز.
management is getting things done through other people. ده فعلا تعريف الإدارة. الإدارة فعلا هي عبارة عن إني بنجز الأشياء من خلال أشخاص، فالعبارة هنا صحيحة. technical skills tend to be more important for the lower level managers. الإجابة هنا صحيحة، لأن technical skills مرتبطة دايما بالإدارة الدنيا أو المستويات الدنيا في الإدارة، أما المستويات العليا دايما بتبقى خاصة بالconceptual skills أو بالمهارات العقلية. السؤال اللي بعد كده اللي بيغطي في المنهج بتاعنا: human skills are essential and equally important to all levels of the management. الإجابة هنا صحيحة، فعلا المهارات البشرية أو المهارات الإنسانية أو مهارات التواصل هامة لجميع المستويات الإدارية على اختلاف درجتها. The conceptual skills are more important to the top management levels. الإجابة هنا صحيحة. Decision making is choice from two or more alternatives. في اتخاذ القرارات، الإجابة هنا صحيحة. Ethics are moral principles or beliefs about what's right and what's wrong. الإجابة هنا صحيحة. Risk is doing is dealing with the uncertainty. احنا حتى قلنا قبل كده تعريف الريسك هو الانسرتينتي. So the risk is dealing with the uncertainty. الإجابة هنا أيضا صحيح. السؤال التالي عندنا: ethics are controlled at the organizations. الإجابة هنا صحيحة، يمكن فعلا ان احنا نتحكم في اخلاقيات العاملين داخل التنظيم. technical skills are job specific knowledge to perform specific tasks. فعلا الإجابة هنا صحيحة. human skills are the ability to work well with other people. الإجابة هنا صحيحة. conceptual skills are the skills managers use to think. فعلا المهارات العقلية خاصة بالتفكير بالنسبة للمديرين. الإجابة هنا صحيحة. the decision making process is a set of interrelated steps. عملية اتخاذ القرارات هي مجموعة من الخطوات المرتبطة. الإجابة هنا صحيحة. a problem is a difference between what existing and desired state of affairs. an existing and desired state of affairs. أي مشكلة هي عبارة عن اختلاف بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. الإجابة هنا أيضا إجابة صحيحة. هنا بنتكلم على نقطة أخرى خاصة باتخاذ القرارات. decision criteria are factors that are important relevant to solve the problem. الإجابة صحيحة. social ethics could be found in the society legal system, customs and practices. الإجابة صحيحة. professional ethics is the moral rules and values that a group of people use to control the way they perform a task. الإجابة هنا صحيحة. individual ethics, the personal and moral standards, هي المعايير الأخلاقية للأفراد. الإجابة هنا صحيحة. risk is by definition is uncertainty. الخطر هو عدم التأكد. الإجابة صحيحة. past projects of a similar size and scope are great start places to identify the risks. إن يمكن البحث عن مجالات الخطر في البيانات السابقة الخاصة بمشاريع سابقة تم إقامتها داخل التنظيم. الإجابة هنا أيضا من الإجابات الصحيحة. managers are those organizational members who work directly in the job and tasks and had no one reporting to them. الإجابة هنا طبعا خاطئة. احنا كده بنتكلم على المديرين ذوي المستويات الإدارية الدنيا، أو احنا نسميهم أحيانا supervisors اللي هي first line managers، مش المديرين ذوي الإدارة العليا. احنا هنا بنتكلم تقريبا عن العاملين، فالإجابة بتبقى خاطئة. identification of the opportunities for innovation and selecting critical information from mass of data both are conceptual skills. دي فعلا من مهارات المدير العليا، فالإجابة هنا صحيحة. networking within the organization and coaching and monitoring skills both are human skills. الإجابة هنا إجابة صحيحة. written specific and long term focus are all of the characteristics of the formal planning. فعلا الformal planning بيبقى written، بيبقى specific، بيبقى long term focus. these are the characteristics of the formal planning. الإجابة هنا إجابة صح. the extent of planning affect performance more than the quality of planning. لا طبعا، ليس عدد مرات التخطيط هو المهم ولكن جودة التخطيط، فالإجابة هنا تعتبر خاطئة. the operational plans cover extended period of time. الإجابة هنا خاطئة.
تمام. دي دايما دي اللي يقصد بيها هنا الاستراتيجيك بلانز، طبعا هي اللي كفر اكستندد بيريد اوف تايمز. ستاندنج بلانز از وان تايم بلان سبيشلي ديزاين تو ميت ذا نيدز اوف ا يونيك سيتويشن، اللي جابها هنا خاطئه. مانجمنت باي اوبجكتيفز is jointly determined performance goals with both employees and managers. الإجابة هنا صحيحة لأن management by objectives قائمة على فكرة المشاركة. Directional plans is flexible plans that set out general guidelines. الإجابة هنا فعلا صحيحة. Operational plans cover short-term period. فعلا الخطط التشغيلية بتغطي فترات قصيرة. الإجابة هنا صحيحة. Management by objectives اللي هي MBO programs are effective in dynamic environment. الإجابة هنا خاطئة لأن management by objectives بتحتاج settlement أو استقرار في البيئة، لكن ما ينفعش في dynamic environment. Effectiveness doing things right refers to getting the most output from the least amount of inputs. لا طبعا effectiveness هي مش doing things right، هي doing the right things. At the contemporary organizations work days have no time boundaries. الإجابة هنا فعلا إجابة صحيحة. المنظمات الحديثة لا يوجد ما يسمى بوقت العمل، ولكن وقت العمل مفتوح دايما، يعني ممكن العامل حتى يفكر في عمله خارج التنظيم وينجز عمله ده خارج التنظيم. دي كانت مجموعة من الأسئلة اللي إن شاء الله يعني مرشدة ليكم في الامتحان. المرة اللي جاية بمشيئة الله هنتناول الجزئية الخاصة بالأسئلة الاختيارية. هننتقي لكم برضو مجموعة من الأسئلة الاختيارية اللي هتغطي المنهج خلال الترم الخاص بالترم الأول والثاني، وإن شاء الله نشوفكم على خير ونذاكر بس الحاجات اللي احنا خدناها دي، وبالتوفيق إن شاء الله. ما بقصدش طبعا إن احنا نذاكر ده فقط، يعني نقصد يعني الحاجات دي مهمة، ده أمثلة هتساعدك على كيفية الإجابة أو على صحة الإجابة إن شاء الله في الامتحان. أشوفكم على خير بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.